يا نغما في خاطري بيك أشدو رافعا رأس الإباء يا قلبي يا نغما في خاطري بيك أشدو رافعا رأس الإباء مشاهدينا الكرام مساء الخير وكل عام وأنتم بألف خير. بعد ما تأكد أن يوم الغد بإذن الله هو أول أيام شهر رمضان المبارك، عاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات والحب، وإن شاء الله رب العالمين يكون رمضان هذا آخر رمضان تشهد في ليبيا هذه الصراعات وهذا المستوى من المشاكل اللي قاعدين نشوفوا فيها في كل المناطق الليبية. وأيضا هذا رمضان حيكون غير لأن بنعيشوه وإحنا عايشين في الحوش تجربة جديدة، إن شاء الله تمر أيضا بسلام عليكم. خليك في الحوش حيستمر معكم طول هذه الفترة، وخلال شهر رمضان المبارك ابتداء من يوم الغد حيكون موعد ابتداء من غدوة الساعة 11 بتوقيت ليبيا. إذا خليك في الحوش، المحتوى الثقافي الإرشادي وأيضا التوعوي والترفيهي حيكون مستمر معكم طيلة شهر رمضان المبارك. مشاهدينا زي ما تعودتوا دائما في بداية كل حلقة لازم نمشي نشوفوا خريطة الكورونا والأرقام وين وصلت بالضبط. واليوم من غير ما نوقف عندي ماوس، طبعا الرقم زي ما نشوفه فيه يوميا يزيد، طبعا ما هذا الأمر العادي. اليوم وصلنا لل 2,699,818 حالة، الوفيات هي 189,258 حالة، وحالات الشفاء هي 741,104 حالة. الأكتف كيسز وهو الرقم الأكثر أهمية من الرقم الإصابات الإجمالي اللي هو الرقم هذا 1,769,000 لازالوا يعانوا من فيروس كورونا، 97% منهم حالتهم مستقرة وفي طريقهم إلى العلاج، 3% فقط من إجمالي الحالات هم لحالتهم جدية ومحتاجين لعناية مركزة أكثر. إذا زي ما قلنا 97% وأكثر من 97% هم لطريقهم من الشفاء التام بإذن الله من فيروس كورونا. أمريكا دائما هي الأولى ب 870,000 حالة، 21,000 حالة اليوم فقط، وهذا الرقم اللي لازم نركزوا عليه الرقم اليومي. أمريكا أكثر من 21,000 حالة في اليوم، رقم مخيف الصراحة، ولكن أيضا نقدروا نفهمه أكثر لما نعرفوا أن 4,439,000 هذه عدد التحليلات والاختبارات اللي قامت بهم الولايات المتحدة لمعرفة الإصابات أو حصر إصابات فيروس كورونا. في الترتيب الثاني أسبانيا ب 213,024 حالة اليوم فقط، 4,635 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أسبانيا زي ما تشوفوا في الشاشة. أسبانيا قربت على المليون كشف أو اختبار لمعرفة وحصر فيروس كورونا. في الترتيب الثالث إيطاليا، الإيطاليا اليوم فقط عندهم 2,646 حالة، الرقم كبير لكن المتابع معنا من البداية يعرف أن الرقم هذا مقارنة بالأسابيع الأولى يعتبر رقم قليل جدا في إيطاليا. لما نقوله عندنا أقل من 3,000 حالة في إيطاليا في اليوم، بالنسبة ليهم هذا رقم جيد جدا لأنه وصلوا لأرقام مخيفة. وفيات اليوم في إيطاليا هي 464 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. فرنسا في الترتيب الرابع عندهم 158,183 حالة، حالة إصابة مؤكدة اليوم فقط، عندهم 2,239 اكتشاف لحالة جديدة لفيروس كورونا. في الترتيب الخامس ألمانيا، ألمانيا عندهم 103,000 ناس انشفت من فيروس كورونا، الإجمالي 151,000 الناس اللي انصابت بفيروس كورونا عندهم فيهم 103,300 حالة شفاء وهو الرقم الأعلى
في العالم بكل تأكيد. الطب والقطاع الصحة الألماني متطور بشكل كبير. أيضا ألمانيا مدايرة 2,072,000 اختبار أو تحليل لحصر فيروس كورونا. أخيرا نشوف بريطانيا. بريطانيا عندهم اليوم فقط 4,583 حالة مسجلة ومكتشفة جديدة بفيروس كورونا. الغريب في الأمر أن بريطانيا عندها فقط 583,000 اختبار أو حالة اكتشاف لفيروس كورونا. يعني الرقم مستغرب لأن بريطانيا دولة عظمى طبعا، والرقم قليل. يعني لو بنقارنوها بألمانيا، ألمانيا 4 أضعاف رقم بريطانيا، وإيطاليا 5 أضعاف رقم بريطانيا، نحكي عليه أرقام التحليلات، وأمريكا 9 أضعاف أرقام بريطانيا، روسيا 5 أضعاف أرقام بريطانيا. بريطانيا تعتبر من الدول الكبرى اللي عدد التحليلات فيها قليل، رغم يعني أن جونسون رئيس الوزراء من أوائل من حذره بفيروس كورونا، وتصريحه المخيف اللي خوفنا كنا في البدايات لو تتذكروا، هو استعدوا لفقدان الناس اللي تحبوهم والناس الغاليين عليكم. فمستغرب يعني أن العدد الكشوفات في هذه الدولة هو قليل جدا جدا. نجم الشأن العالمي للشأن الليبي، حيث استلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز مكافحة الأمراض يوم الأمس عدد 97 عينة، كانت النتائج 96 منهم سالبة، وعينة واحدة هي موجبة أو موجبة لمخالط. يعني الحالة هذه اللي تم اكتشافها هي لشخص خالط شخص عنده فيروس كورونا انتقلت للعدوى. زي ما نقوله دائما بيانات المركز الوطني مش كافية، يعني تسمع الحالة هذه ما تعرفش بالضبط من وين جت الحالة أو وين اكتشفت. أنا دائما نقرأ الصراحة في البيان، يعني تحس المعلومة ناقصة بشكل كبير، ما يقولوناش في المعلومات بشكل واضح. يعني الحالة المخالطة هذه خالطة مني بالضبط، يعني المفروض على الأقل زي ما دارت كوريا الجنوبية على سبيل المثال، مثال رائع جدا، كانت تعطي فرقام، يعني الحالة 1، الحالة 19، الحالة 27 وهكذا بالترتيب. فلما تقولي حالة مخالطة للحالة رقم 19 المكتشفة في المدينة الفلانية، إذن هنا تكون أسهل بالنسبة للناس، وتدبير الحماية والوقاية تكون أكثر جدية في المناطق اللي قاعد يظهر فيها فيروس كورونا. احنا اللي نأكدوه إن المنطقة الشرقية حسب إعلان وزارة الصحة أنها هي خالية تماماً الآن المصابين بفيروس كورونا. أيضاً في المنطقة الوسطى وفي مدينة مصراتة تحديداً كان في تصريح مهم جداً أن كل الحالات شفيت. فيبدو أن الحالات لغاية الآن هي في طرابلس والمدن اللي بجنب طرابلس، لكن زي ما قلنا ما نقدروش نقوله لأن المركز الوطني مش قاعد يعطي فينا في الأرقام والإحصائيات موضحة بشكل كافي باش نقولوها لحضراتكم وتكون الاستفادة أكبر. طيب خلينا نمشي نشوفوا تطوع جميل جدا من شباب في مدينة وباري، فريق نيل متطوع، وأيضا متعاونين مع رابطة الحطية وتعاونوا مع المجلس البلدي لصيانة المركب الإداري لمجلس الهندسة الزراعي، والهدف جعل مركز العزل الصحي بعد تجهيزه بالكامل بالمعدات والأجهزة. طبعا اليوم احنا اليوم الخامس ممكن على التوالي في الحملة التطوعية داخل المقر الحجر في بلدية وباري، وما تبقى في داخل هذا المقر إلا القليل يعني بإذن الله. في الأيامات القادمة إن شاء الله حيتم استكمال الحجر وتجهيزه وتسليمه للجهات المعنية. نحن اليوم في مقر تجهيز الحجر الصحي في بلدية وباري. عندما أتي لهذا المكان قلبي حزين وعيني تدمع، ليس خوفا بل وقاية من أجلنا ومن أجل أطفالنا. أتمنى أن لا يأتي أحد لهذا المكان، وأتمنى أن ينتهي هذا الوباء على دولتنا ليبيا. بعزيمة الشباب قاموا الشباب وتنادوا لتجهيز هذا المكان من ناحية الطلاء والتجهيزات الأخرى مثل الكهرباء والأبواب داخل هذا الحجر. ظل عدم الإمكانيات الغير متوفرة من الحكومات سواء كانت المنطقة الشرقية أو سواء كانت المنطقة الغربية،
كل المجهودات مجهودات شبابية تطوعية داخل هذا المجال غيرة من أجل بلادهم ومنطقتهم لعدم انتشار هذا الوباء الذي تغلغل في العالم ولم يجد له أي دواء أو أي لقاح لهذا الفيروس كورونا. الآن الجهود مستمرة، جهود الشباب في القيام بالاطلاع للجدران وكذلك صيانة الكهرباء وكذلك القيام بالتنظيفات، والعمل مستمر على قدم وساق. ونشكر جميع الشباب الذين قاموا بهذه الجهود، فهي جهود شبابية منطلقة من ذاتهم ووطنيتهم وإنسانيتهم. صراحة تحية لمن يصنعون الحياة، مبادرات رائعة، الناس تنادت ومراكز العزل الصحي مهمة جدا. وزي ما قلنا احنا دائما لأن البيانات مش واضحة والأرقام مش واضحة وضعف قطاع الصحة بشكل عام رغم التفاني الكبير لأطبائنا والأطقم الطبية الليبية، فمهم جدا تنادي الشباب وجمعيات الخيرية في إقامة مثل هذه المراكز للعزل الصحي. نمشي مدينة تانية وتحت شعار من أجلك خيرك أو خيرك ساعد غيرك ومن غير فلوس، أطلق فريق رواد الخير للعمل التطوعي مبادرة الرمضانية الخيرية. المبادرة هذه تهدف لمساعدة بعض الأسر العفيفة والنازحة بالمدينة من أجل تخفيف طبعاً المعاناة الاقتصادية، وخاصة نعرفوا ارتفاع الأسعار وفي هذه الفترة. نشوفوا هذا الفيديو ونرجع تاني. اليوم في داخل المحل جو فريق رواد الخير، بارك الله فيهم، مشكورين، فجابوا حفاضة من حملة ساعد غيرك للأسر المحتاجة والفقراء يعني اللي موجودين في المدينة. وهذه الحملة طبعا جابوا حفاضة ويحطوا فيها الزبائن مثلا حكة طماطم وزيت ومكرونة وشربة، حاجات المستحقة للرمضان. وهذه الحملة معناها في كل المحلات بالمدينة غدامس، ونشكرهم فريق رواد الخير جزيل الشكر والامتنان وبارك الله فيهم. فريق رواد الخير بغدامس الله يبارك فيهم، شاعرين بمشاكل الناس في هالموسم، ونحن نشكرهم على اهتمامهم وعلى مبادرتهم الطيبة وعلى مساعدتهم الناس الضعفاء، وربنا يوفق فيهم وبلادنا لا تزال بخير. والله يبارك الله فيها، الناس اللي قاعدة تدير في الخير مجهود يذكر فيشكر. تحياتنا لكم وما قصرتوش الصراحة، يعني شغل كبير. ننتقلوا أيضا ولازلنا في الجنوب، يعني من القصص الغريبة تسمعها في الجنوب هي مثلا في مدينة تراغن، ونبنا قرأ لكم التسلسل لأحداث صارت في مدينة تراغن باش تكونوا في الصورة. نبدأها يعني من البداية. كان اختيار رئيس مجلس محلي تراغن السيد عبد القادر علي ميلاد رحمة الله عليه، بعدها اختطفوا رئيس المجلس البلدي لتراغن، هذا كله صار في مدينة واحدة وأحداث متسلسلة، اللي هو الدكتور محمد طاهر. بعدها تعرض مدير إدارة الخدمات الصحية لبلدية تراغن الأستاذ إبراهيم عمار إلى اعتداء من الخلف بقرب من المجلس التسييري تراغن، وطبعا يعني الأضرار كبيرة حدثت للسيد، ونتمنونا يعني الشفاء العاجل. الاعتداء كان بآلة حادة زي ما عرفنا، وحالته يعني كانت حرجة، ونتمنى أنها هي تستقر في أقرب وقت ممكن. وتوي انضم لنا السيد حاتم عبد القادر شبيعان رئيس قسم المختبرات في مستشفى تراغن. مساء الخير دكتور حاتم. أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم. نعم، طبعا احنا للأسف الأخبار اللي جينا من تراغن يعني دائما اختطاف، قتل، اعتداء، فنبو ناخذ الصورة الثانية من حضرتك، يعني لو في أخبار نطمنوا بها الناس، وخاصة في مدينة تراغن، المدينة الجنوبية مهمة جدا واللي هي تساعد حتى في القرى. ممكن الناس ما تعرفش أن تراغن، سكان تراغن وأيضا في قرى محيطة بتراغن هي معتمدة بشكل كامل، وحتى مدن معتمدة بشكل كامل على تراغن. يا ريت تحطنا في الصورة وكيف قسم المختبرات
من ناحية التجهيزات، هل جاهزين يعني لمواجهة فيروس كورونا؟ طبعا نحب نحييكم ونشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، ونحب نهني جميع الشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونتمنى يعم السلام والقضاء على هذه الوباء وتنعم ليبيا بخير والسلام على جميع الأرض. وبالنسبة لوضع مدينة سرابن، نحب بداية نتوجه في الحمد لله على السلام الأستاذ إبراهيم عمار، ونتمنى له الشفاء العاجل. وهذه الأحداث المتسارعة وهذه التجاذبات التي تحدث داخل مدينة سرابن أو المدن الجنوبية يعني تشهد استقرارا كوضع ليبيا يعني. لكن حاليا على أرض الواقع جهود ملموسة يعني كنسبة 1,000,000% يعني لم تصل إلى نسبة حتى 50% من الاستعدادات، لكن أغلب الاستعدادات معتمدة على التوعية يعني على الجانب الثقافي والتوعوي أكثر من جانب التقني. وبالنسبة للاستعدادات قسم المختبر، الاستعدادات بالرغم من أن عدد السكان اللي يغطي مش منطقة بلدية سرابن بس، لكن يغطي منطقة القطرون جنوبا ولا منطقة وادي عتبة غربا، ويعني هناك ضغط على بلدية سرابن من ناحية الخدمات الصحية، ومما يسبب علينا عباء أيضا في مواجهة هذه الفيروس. وحاليا يعني تمت استعدادات، لكن الناس تعتبر استعدادات كبيرة جدا، لكن تعتبر أكثر نقول متوسطة. دكتور حاتم عبد القادر شبيعار، رئيس قسم المختبرات في مستشفى تراغن، شكرا جزيلا لك قبولك وجودك معنا اليوم. نتمنى ان الاوضاع تتحسن في الجنوب بشكل عام في ليبيا، يعني بصراحه يعني نعرف قطاع الصحه يعني في مشاكل بشكل كبير. احنا امس كان غات وسمعنا ان في اخبار كويسه ان اللجنه الطبيه متاع غات استلمت المعدات، لكن استلمتها في طرابلس وبتتوجه بها الغات، واعتقد لغايه الان قاعده ما وصلتش. نتمنى ان هي الليله او غدوه توصل لغات وباش يستفيدوا منها الناس بشكل كبير. وايضا في خبر مبشر ثاني ان السيوله وصلت للجفره في المنطقه الوسطى بعد غياب لفتره طويله معاناه الناس من شح السيوله، وايضا المبلغ الى حد ما كبير والقيمه كويسه، حتساعد الناس في مواجهه يعني هذه الفترة وبقاهم في المنزل. وأيضا مصاريف شهر رمضان اللي نعرفوها يعني دائما ما تكون مضاعفة بالنسبة لي نحن كليبيين. نأكد أيضا أو نذكر بسؤال حلقة اليوم اللي موجود على السوشيال ميديا لصفحات 218، هل ستؤثر كورونا على تقاليدنا وعاداتنا في شهر رمضان المبارك؟ أغلب الناس قالت أكيد نعم نعم أكيد، لأن ما في لمات وسهرات رمضانية، كان هذا رأي الأخت سهى. إن شاء الله أختي سهى والله ممكن الأسبوع الأول تكون في ننحرمه من اللمات، لكن لعل وعسى لو تحسن الوضع والتزمت الناس بالحجر الصحي، وهذا كله يعني مرتبط بالتزامنا بالحجر الصحي. بكل تأكيد حترجع اللمات إن شاء الله حتى في آخر أسبوع أو أسبوعين في رمضان. الأخ سايح الشريف قال طبعا يأثر ويأثر. الأنطواني بطبعة يعني يتكلم أن الحياة بدون صلاة في المسجد صعبة، فما بالك لما الحد ينحرم من صلاة التراويح في شهر رمضان هي تكون في المسجد. بكل تأكيد أكيد يعني الصلاة في المسجد وخاصة صلاة التراويح يعني لا تقارن، لكن الظروف الله غالب يعني وباء عالمي، ليبيا ليست استثناء، لازم نواجهه بأسلوب التباعد الاجتماعي زي ما دار العالم كله. بالنسبة للأخت هناء خليفة قالت بالنسبة لي مستحيل نغير، بس الوضع الحالي مش حلو، هل بنسأل الله العلي العظيم إنه يفرج علينا. الأخت آمنة قال تعتقد حيأثر بالذات عادة لمة العيلة مع بعض الأخوة المتزوجين والسهريات، يعني الناس كلها أو خلينا نقول أغلب الناس قالت نعم، لكن أيضا في ناس متفائلة قالت لا، والأخ محمد قال لا معلش يا هو الواحد يكسب اللي قاعد جيب في جنب أمه في الفترة هذه.
ويقرب منها أكثر ويساعدها خلال شهر رمضان. فشيء رائع جدا الصراحة أن في ناس متفائلة بي وأيضا متقبلة الوضع زي ما هو تبي تواجهه ومش خايفة منه. تو خلنا ناخذ مجموعة رسائل صوتية اللي وصلونا عبر الواتساب. هلا شن الجو، كل عام وانتم بخير، رمضانكم مبارك، يا رب نفتكم من هالمرض كورونا وترد الحياة لطبيعتها وربي يحفظكم. شكرا على مجهودكم، أنا من متابعين قناتكم وربي يحفظ بلادنا. شكرا جزيلا ليك وكل عام وانت بألف خير إن شاء الله. ناخذ رسالة صوتية اللي بعدها. السلام عليكم، معكم أم جهاد من جدابية. طبعا عندي موضوع نبي نقول لكم. في جدابية اليوم الخميس كبيرة رمضان، كسرنا طيبين، المحلات حلاً، محلات المواد المنزلية، الملابس، محلات النقلات، وزحمة البلاد، ما كأناش في حظر أصلاً من الأساس. وعليش مسكرين الجوامع مدام أصلاً المحلات حلاً؟ خلاص خليهم يحلوا الجوامع يصلوا فيهن التراويح، يصلوا الصلوات الخمسة فيهن عادي جداً، مدام هم حلوا المحلات والناس قد الزحمة في المحلات. حتنتشر كورونا، كان في كورونا حتنتشر مباشرة من الزحمة اللي قدها في البلاد هذه. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، وجهة نظرك نحترمها، لكن احنا دائما نشجع على البقاء في المنزل لأنه مهم جدا. ومن هنا جت فكرة خليك في الحوش. التباعد الاجتماعي مهم جدا في هذه الفترة، ونتمنى الناس تلتزم أكثر بساعات الحظر. وناخذ رسالة صوتية اللي بعدها. عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي رام السواعي، بدي أشكركم في برنامج خليك في الحوش، كتير عجب الناس وكتير عجبني وكتير عجب جميع الناس مش أنا بس، لكن هو جميل جميل. وكل عام وانتم بخير وسنة طيبة وصحة وسلامة، مع السلامة. شكرا لك يا رهف السواعي، وتحياتنا لك، كل سنة وانت وعائلتك الكريمة بألف خير يا رب. ناخذ رسالة صوتية بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور عثمان مهدوي من سبها. طبعا خليك في الحوش بالنسبة لي كورونا، هذا طبعا هذا التكتيف المباشر اللي عن طريقة تقدر نواجه الفيروس، باعتبار الحمد لله رب العالمين بالنسبة احنا مؤشر ايجابي بالنسبة لدولة ليبيا بالكامل الحمد لله رب العالمين. يعني إصابات اللي سجلت ولا حالة دخلت تحت الإنعاش، هذا مؤشر كويس وجميل، ونتمنى الالتزام إن شاء الله رب العالمين. وإحنا معولين بشكل كبير على التزامكم وبقاكم في المنزل لأطول فترة ممكنة لغاية ما ننتهوا من هذه المشكلة إن شاء الله في أقرب وقت. ممكن نأخذ رسالة صوتية تانية. معكم الأخ عمار الفارسي من بنغازي، إن شاء الله كل عام طيبين يا رب، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير على الاهتمام بالشباب، إن شاء الله في ميزان حسناتكم. وتحية للسيد عبد اللطيف جعفري والأستاذ طالب زيف وجميع عملات القناة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. شكرا لك، ونحيوك أنت وعائلتك الكريمة، كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله يا رب العالمين. كل العاملين في 218 يحيوك بكل تأكيد. تو مشاهدينا خلينا نمشي نشوف منظمة مجتمع مدني إيش ما أو اسمها شبكة صناعة السلام، دايرين برومو حاطين فيه ناس من مختلف المدن الليبية، نشوفه ونرجع تاني. أكثر من أي وقت فات لازم نكونوا واعيين وحريصين على بعض لحماية نفسك والآخرين. الزولة في اللون كل رأيت مرشة مكنون انت قلت مدام مع انتشار هذا الوباء فيروس كورونا في العالم استطاع أن يغزي أعتى وأقوى دول العالم، خلى الناس كلها تلزم أحياشها. أيوة التمر تنغ ليبيا العراضي استغيمان دروس نغاقودة، بس انت حلينا بالصبر واتبعنا إجراءات السلامة، احنا في ليبيا قادرين على أننا نواجهوه. كل واحد فينا عند هلبة حاجات تقدر يديرها باش يوقف انتشار فيروس. لقيت أتقلت موال الناس ما يقدر تكسفل دمنات إن أنا ورثناها غير إمديوان. ما تلوحت كماماتك وجوانتياتك في الشارع. أنا ضايع بيد الدرنم أني أنبضوا ضلت أقولنا يغالكو. خليك في الحوش. مش معناها إنك لما تلزم حوشك معناها تمارس العنف ضد أسرتك. ينجم أي جنس الغنشين يسود مع الدم. ما يفرقش بين البشر وما يميزش على أساس دين أو عرق أو حتى لون. فليش ندعو على المريض وأهله بدل ما ندعو؟ مستقبل بلادنا متوقف علينا، متوقف على احترامنا وتقديرنا لبعضنا. مش نقدر نفتح مدارسنا ومكاتبنا وأعمالنا ونشوف أهلنا وناسنا.
لازم نتكاتف مع بعض لحماية بلادنا. وتذكر أن النصر صبر ساعة. جميلة جدا صراحة فكرة الفيديو. نحيو الشباب اللي قاموا بهذه الفكرة يعني بكل اللغات وبمختلف اللهجات الليبية، يعيدوكم ويقولوكم كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، احنا لازلنا متواصلين معاكم، نشوف فاصل قصير وراجعين. كل عام وانتم طيبين وبلادنا ان شاء الله بخير، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلي امه محمد جميعا. كل سنه وانتم طيبين. مشاهدينا كل عام وانتم بألف خير. زقاز مقاز لكل الناطقين باللغة الأمازيغية. إن شاء الله رب العالمين رمضان هذا يكون رمضان خير ومليء بالأخبار الجميلة، وآخر رمضان تكون فيه ظروف بلادنا صعبة بهذه الطريقة، وأيضا ننتصروا كنا كبشرية في مواجهة فيروس كورونا بكل تأكيد. لأن في الجزء الثاني بنتناولوا موضوع مهم جدا صراحة، وخاصة الولايات المتحدة في هي أكثر دولة تشهد أعداد إصابة في هي الآن متصدرة، وأيضا الإصابات اليومية هي الأكبر في أمريكا. وأيضا بعض المراقبين قالوا أن خلال أيام بسيطة حيوصل الموضوع أو يوصل الرقم لمليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. الحديث أكثر على الولايات المتحدة وخطاب دونالد ترامب الأخير، تنضم لنا زميلتنا من واشنطن كورن فرحات. مساء الخير كورن. مساء الخير عبد اللطيف، ورمضان كريم. رمضان كريم، ينعاد عليك انت واسرتك بالخير ان شاء الله. شكرا. كورن، قالوا انه ممكن في اقرب يعني في خلال اسبوع تقريبا حيوصل عدد الاصابات المؤكده بفيروس كورونا في امريكا الى مليون اصابه. نبغى نعرف يعني كيف تعاطى الشعب الامريكي والاعلام الامريكي بمثل هذه المعطيات، مع هذه المعطيات. يعني عم تتصدر الولايات المتحدة عدد إصابات وفيات حتى اختبارات تصير الشعب الأمريكي. نعم يبدو أن فقدنا الاتصال. حنرجع ونتصل مرة ثانية بكورن فرحات، لأن الموضوع مهم جدا صراحة، وأمريكا هي اللي في الواجهة الآن، في واجهة بشكل مباشر مع فيروس كورونا. اتهامات شفناها من الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية، وقالت إن منظمة الصحة العالمية لم تكن صادقة في البداية، وإنها في نوع من المحاباة من الولايات المتحدة الأمريكية للصين، وإنها ساعدت الصين في إخفاء المعلومات المؤكدة حول كوفيد 19 أو الكورونا.
وهناك من يتكلم أيضا يقول إن دونالد ترامب يعني بالغ شوية وكان عنصري في وصفه لفيروس كورونا بأنه هو فيروس صيني في أكثر من تغريدة على التويتر. كان يكتب الفيروس الصيني، فالناس قالت إن هذا الكلام عنصري بشكل كبير. بينما في المقابل في ناس يعطوا في العذر لأمريكا، يقولك أمريكا هي أكبر داعم في العالم هذا كله بالأموال لمنظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية منظمة خيرية وتستقبل في الأموال والمساعدات من دول العالم. أكثر دولة تدفع لها في فلوس هي أمريكا بدون مقابل طبعا. فيقولك الأمريكان إذن عندهم حق، لأنه مفروض أخذوا المعلومات الحقيقية بشكل مباشر باش عرفوا كيف يواجهوا فيروس كورونا. عموما الحديث يطول جدا في هذا الموضوع، وعدتنا مرة أخرى زميلتنا كورن فرحات عبر سكايب. نعم كورن، تسمع فيها كويس توا؟ ايه هلا عم اسمعك حسن. تمام فضل. عملنا كانت أنا بالولايات المتحدة، نحن يعني صرنا السباقين من حيث عدد الإصابات والوفيات للأسف، وأيضا عدد الاختبارات والفحوصات اللي عم بتتم. هلأ المجتمع المدني الأمريكي بحالة صدمة، لأنه هيدا عدد هائل مثل ما قلت أنه رح توصل الإصابات لحديت 1,000,000 إصابة من هلأ للأسبوع المقبل، وهيدا رقم يعني منه هين أبدا، يعني عم تحكي تقريبا 1% من المجتمع المدني الأمريكي. أرقام كبيرة مخيفة. التدابير اللي قاموا فيها واللي هي من الابتعاد الاجتماعي اللي بدأوا فيها بمرحلة كتير يعني بمارتش من حوالي شهر تقريبا، يعني أنا شخصيا قلي بالحجر المنزلي حوالي شهر ونص ما عم بظهر من البيت أنا والعديد من الأشخاص يعني، وايضا كمان هيدا الشيء ساعد بتخفيف الفيروس، لانه اول ما طلعت الدراسه واللي هي كانت دراسه منقوله عن المعطيات الاوروبيه يلي شهدوها بايطاليا وغير من الدول الاوروبيه، كانوا متوقعين انه تكون عدد الوفيات بين 100 و 240,000، ولكن هل عم بيتوقعوا انه يكون الوفيات اقل؟ هيدا الشيء يعني كله عم بيتغير يوم عن يوم مع الدراسات على الفحوصات، يعني ما في داتا ثابته عم بتكون. نعم كورن، الخطاب الاخير لدونالد ترامب والرسائل اللي وجهها بشكل مباشر وبشكل غير مباشر للصين، وتعودنا حديث على الصين واتهامها بشكل واضح الصين ان هي ساعدت في انتشار فيروس كورونا باخفاءها المعلومات الحقيقيه في بدايه انتشار المرض، والجديد الان ان دونالد ترامب تكلم حتى على المانيا، قال كيف ألمانيا عندها العدد الكبير من حالات الشفاء. يعني ما هي الرسائل ممكن لينا فهموها من خطاب دونالد ترامب الأخير؟ يعني هو خطاب دونالد ترامب هو خطاب ناتج عن عدم الشفافية بالصين من حيث مسألة الفيروس. بالبداية وقت بدأ الفيروس ينتشر ما كان في شفافية من الصين، وهذا العتب من دونالد ترامب على الصين، أنه ب 15 ديسمبر وقت بدأت الفيروس أو بدأ الحديث عن هذا الفيروس صار في تهديد للأطباء والصحفيين وبدأ المرض ينتشر، لحديث 15 جانيوري حتى طلعت منظمة الصحة العالمية ونفت وقالت أنه هذا الفيروس ما بينتقل بين البشر. هيدا أساس الخطاب تبع دونالد ترامب، أنه عم بيقول ليه ما كان في عدم شفافية، لأنه لو يعني كان هذا الشيء ساعد بعدم انتشار الفيروس وعدم تسبيب الوفيات اللي عم نشهدها حاليا. فهو عم بيطالب الصين بالشفافية. وهناك أيضا ذكرت سابقا بحديثنا عبد اللطيف من حوالي أسبوع وقت كنت معك أنه هناك مراسلات سرية أفادت أنه هناك مختبرات حتى بالصين عم بتقوم كانت بدروسات، هلأ مش عم بيتهموا أن الصين عم تصنع هيدا الفيروس، عم بيقولوا في مختبرات وهناك احتمال أنه يكون هيدا الفيروس من هيدول المختبرات. نعم هناك يعني لهجة عدائية مع الصين، وإلا كانت الولايات المتحدة دعت مجلس الأمن لمعاقبة الصين. تمام بكورن، نرجع شوية تولي الشأن الداخلي الأمريكي واقتراب العدد لمليون إصابة تقريبا، وهذا أمر مفهومي لحد ما، لأن أمريكا يعني متفوقة بشكل كبير في أعداد الاختبارات، أكثر من 4 مليون اختبار لمعرفة وحصر فيروس كورونا. لكن في المقابل عدة ولايات شهدت مظاهرات
من الشعب الأمريكي يطالبوا بفك الحظر ويطالبوا أيضا بعودة الحياة بشكل كامل ليس بشكل تدريجي لطبيعتها. وهناك من يقول إن نحن دولة حرة لا يمكنك أن تعزلنا في المنازل مثل الصينيين. يعني الرأي العام هون منقسم بنهاية المطاف، هيدا سنة انتخابية بالولايات المتحدة وهناك خلافات بهذا الموضوع سياسية وطبية، يعني كونها سنة انتخابية. الرئيس ترامب من ناحيته هو اقترح خطة مدرجة أو متدرجة لحتى فتح الاقتصاد الأمريكي، ولكن كل ولاية هون بالولايات المتحدة هي عندها قوانين، وحرية التعبير بأمريكا يعني هو شيء يعني ما فيك تتخلى عنه هون، يعني هو جزء من الديمقراطية الأمريكية. فهذول الأشخاص عم بيعبروا عن استيائهم لتوقف الحياة، لأنه من الأسباب يلي يعني اللي عم بيعانوا منها الأشخاص هون بالولايات المتحدة هو الكساد الاقتصادي وخسارتهم لوظائفهم وعدم تأمين العيش. يعني مثل ما بتعرف في أكثر من 26 مليون أمريكي أو مواطن أمريكي هلأ عاطلين عن العمل. نعم كورم فرحات، شكرا جزيلا ليك، ينعاد عليك بالخير انت واسرتك الكريمه، كل عام وانت بالف خير، بين سيف. شكرا خليكم في الحوش ورمضان كريم. رمضان كريم، شكرا جزيلا ليك. الصراحه كانت معنا من امريكا، لازم نعرفوا دائما اخر التحديثات في موضوع مواجهه امريكا لفيروس كورونا، ان كان عن القطاع الصحي وايضا سياسيا واقتصاديا، لان هي رقم واحد في العالم وتأثرها حيأثر علينا احنا بكل تأكيد. ثم مشاهدينا، تعودنا دائما لازم يكون عندنا لمسة فنية ونشوفوا شيء من الروعة والفن من خلال الخليك في الحوش. نشوفوا الفنان السنغالي الشهير بوبو، وهو أحد أشهر الفنانين الآن على السوشيال ميديا، وطريقة رسمه الغريبة بالتنقيط أيضا أبدع في لوحة سماها لوحة كورونا. نشوفوا العمل ونرجع ثاني. فنان رائع بوبو، يعني بمجرد ما تكتبوا بوبو في السوشيال ميديا انستغرام او فيسبوك او سناب شات تلقوا عدد كبير من الاعمال اللي يقوم بها. وهو شهير بحاجه انه اولا يرسم بالتنقيط هيك، ما يرسمش عادي، وثانيا ديما يرسم في اللوحه مقلوبه، وهيك يعني ما يقدرش يرسم الطاسه زي ما هي، يرسمها مقلوبه وبعدين يقلب اللوحه تجي الرسمه صح. فنان رائع بكل تاكيد. نشوفوا إجابات الناس على سؤال حلقة اليوم، هل ستؤثر الكورونا على تقاليدنا وعاداتنا من خلال الشهر الكريم؟ رويدة مصطفى قالت أثرت علي هلبة، أول رمضان من غير بابا وماما عالقين خارج ليبيا، ومع هذا الحمد لله. طبعاً في أسر كبيرة بعد قفل الحدود والليبيين العالقين في الخارج أيضاً، حتى هي قصة، ورمضان وعائلاتهم في الداخل ينتظروا فيهم، فكان الله في عون الجميع الصراحة. النجوى العقوري أعتقد قالت رمضان مستحيل يتغير، بس رمضان من غير صلوات تراويح يفرق فعلا، وهذه ملاحظة جتنا الناس كلها أن صلاة التراويح. أيضا الرأي من بسمة الفرجاني نفس الشيء. منذر بوزروق قال سهلة جدا، اللي تفطر عنده بات عنده، جميل جدا. أيضا حفيظة قال الحمد لله على ما مضى، والحمد لله على كل حال، لازم نكون نواجهه هذه الفترة بطاقة إيجابية وما نخافوش أبدا من مواجهة فيروس كورونا في هذه الفترة. مشاهدينا نأكدوا لكم ونذكركم دائما أن بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية عبر الواتساب، وحنحاول من كل حلقة
ان احنا نعرضوها بشكل مباشر. الناس اللي تسال على خليل الحاسي وتغيب على خليك في الحوش عارفين انتم طلت خليل الحاسي جميله جدا من خلال خليك في الحوش، لكن الان حتستمتعوا اكثر بخليل لان برنامج البلاد رجع وحيرجع طيله شهر رمضان المبارك، وحتكون حلقتنا قبل حلقه خليك في الحوش يعني الساعه 10 بتوقيت ليبيا، الساعه 11 حتجيكم خليك في الحوش، وبعدها تجيكم الساعه 12 برنامج سهريه. وتو ناخذ مجموعه رسائل صوتيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله مساك سباب لطيف، وكل عام وانت بخير وجميع ابناء الشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. نحييكم على برنامجكم خليك في الحوش، ونتمنى من جميع الأخوة المواطنين التزام والتقييد ببقائهم في المنزل، وحفظ الله ليبيا. ومعكم علي فتح الله أحمد ودان الجفرة. شكرا جزيلا. يا ريت الصوت أعلى شوية في الاستوديو، الصراحة ما سمعتش الرسالة بشكل واضح، لكن شكرا. أو نسمعها مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساك سباب لطيف، وكل عام وانت بخير وجميع أبناء الشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. نحييكم على برنامجكم خليك في الحوش، ونتمنى من جميع الأخوة المواطنين التزام والتقييد ببقائهم في المنزل، وحفظ الله ليبيا. ومعكم علي فتح الله أحمد ودان الجفر. شكرا جزيلا لك، وكل عام انت بخير وانت وعائلتك الكريمه يا رب العالمين. ناخذ رساله صوتيه اللي بعد. السلام عليكم، كل عام انت بخير. نحب نعيد على امي وباتي وخواتي واوجي واسولي، نقول لهم ان شاء الله كل عام انت بخير، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والعافيه. بنت بنغازي. شكرا جزيلا لك، وكل عام انت بخير انت وعائلتك يا رب. وناخذ رساله صوتيه بعد. أيوة، السلام عليكم، رمضانكم مبروك، كل عام وانتم بخير. كيف؟ كل عام وانتم بخير، رمضانكم مبروك، كل عام وانت بألف خير إن شاء الله، وإن شاء الله تكبر ونفرحوا بيك يا رب العالمين. وناخد رسالة صوتية لبعض. السلام أخوي عبد اللطيف، أهلين ليك ولكل المتابعين قناة 218، رمضانكم مبارك. أخوكم سفيان من طرابلس، إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. شكرا جزيلا لكم، مع السلامة. شكرا جزيلا لك، وتحياتنا لك سفيان، وكل عام وانت بألف خير. مشاهدينا نمشي تو نشوفوا عمل غنائي رائع من الفنان مصطفى عادل، نجل الفنان الكبير عادل عبد المجيد، بعت لنا هذه الأغنية حول شهر رمضان المبارك بطريقة خاصة. يا غالي علينا يا رمضان، ونسنا ديما يا رمضان، يا شهر المودة يا رمضان، يا شهر المحبة والغفران، ونسنا ديما يا رمضان. كل عام وانتم بخير، دوم شهر رمضان مبارك، وإن شاء الله ربي ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة وكل عام وانتم. شكرا جزيلا لك، صراحة فنان رائع، وأيضا تحياتنا فنان الكبير الأستاذ عادل عبد المجيد، وإن شاء الله يكون بصحة وبخير دائما هو وعائلته الكريمة. للأسف وصلنا بسرعة لنهاية الحلقة، ومشاهدينا نمشوا نشوفوا خريطة أيضا فيروس كورونا زي ما تعودنا في بداية حلقة ونهايتها، نشوفوا الأرقام باش نقدروا نقارنوا. اليوم 2,709,000، يعني تصوروا في هالساعة فقط عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المكتشفة في العالم تخطط 10,000، فقط في خلال ساعة زاد العدد بشكل جنوني، زاد 10,000. أمريكا وإحنا على الهواء مباشرة زاد 2,500 الحالات في أمريكا الآن، 27,000، يعني تقريبا أمريكا مازال لها 105 أو 124,000 إصابة مؤكدة، وحتوصل المليون
وهو الرقم اللي ما توقع حد يعني إن في دولة يوصل أعداد إصاباتها المليون. أسبانيا 213,000، إيطاليا 189,000. ننزل نشوف ليبيا بسرعة. طبعا في العديد من الدول. ليبيا 60 حالة، حالة وفاة واحدة، معنا اليوم سمعنا أنه ممكن في حالة تانية توفت لكن ما زال مش متأكدين. طبعا مش متأكدين لأن المركز الوطني دائما يضعفينا في التسلل وما فيش أرقام ولا بيانات واضحة. هذا بصراحة يعني حالات شفاء هي 15 حالة. الأكتف كيسز الحالات اللي لغاية الآن تعاني المرض هي 44 حالة. وأخيرا فتنا الألف كشف، ليبيا الآن مدايرة 1181 كشف. يعني تصوروا يعني نسبتنا احنا باش نفهموا أكثر، الكشوفات في ليبيا احنا اللي كل مليون 172 شخص من كل مليون فقط هم اللي يجروا لهم في الكشف، وهذه نسبة قليلة جدا جدا. يعني نشوفوا الدولة تحتنا واصلة 6000، يعني أرقام غريبة جدا. نشوفوا هنا منغوليا مدايرة 7000 كشف. تكلموا على دول يعني فقيرة جدا وعندها مشاكل وعندها حروب ومدايرة كشوفات أكثر. شوفوا التوغو مدايرة 4733 كشف، لأن عندهم 88 حالة إصابة فقط يعني، ومع هذا واخدين الموضوع بجدية ومدايرين أكثر من 4500 كشف. المالديف مدايرة 4000، يعني دولة صغيرة جدا. بروني دائرة 12,000 كشف. معنا احنا سمعنا طبعا من خلال الأيام الماضية انه وصلتنا أعداد كبيرة من الكشوفات وقالولنا ان في اكثر من 200,000 وحتتوسع رقعه اجراء الفحوصات ان كان بشكل بعد دراسة فرق الاستقصاء، وان تكون الكشوفات لناس مخالطة وناس لجيران الحالات اللي انصابت، وايضا حتكون في عينات عشوائيه بشكل عشوائي زي ما يدير العالم. ايضا اي حد يديروا لك كشف بالك لعله وعسى يكون ايضا عنده مرض ونكتشفوه. احنا لا هذا ولا هذا قاعدين نديروا فيه. عموما الحكايه رمضان ما بوش نكثروا، كل عام وانتم بالف خير، استمتعوا بباقه البرامج والمسلسلات اللي اخترتهم لكم قناه 218. نذكركم ان برنامج البلاد مع خليل حاسي حيكون الساعه 10، خليك في الحوش حيكون الساعة 11، بينما برنامج السهرية حيكون الساعة 12 بتوقيت ليبيا. رب يحفظكم، كل عام وانتم بخير، رمضانكم مبروك يا رب العالمين وربي يحفظكم. إذا نأكد الساعة 10 برنامج البلاد، الساعة 11 بتوقيت ليبيا خليك في الحوش، والساعة 12 برنامج السهرية. ليلتكم سعيدة، تصبحوا على ألف خير. الدولة اللي نبقوها اللي نبقوها.